السيد محمد الفشاركي رحمة الله عليه. هذا العالم حقيقة من كبار علمائنا ومن كبار محققين. عندما توفي المجدد الكبير رحمة الله عليه المرزا محمد حسن الشيرازي قائد قضية التنباك، المجدد الكبير كان أستاذ الفشاركي، كان أستاذه، مو فقط أستاذه وإنما كان مربيا له، أستاذ ومربي. هو ينقل سيد محمد الفشاركي يقول بعدما توفي شعرت بحالة غريبة في قلبي، حالة جديدة عند وفاة الأستاذ. أخذت أفحص أنه شنو هذه الحالة، شنو حقيقة هذه الحالة في قلبي. شفت أنها بعد الفحص والتأمل والتحقيق، شفت هي نوع من الفرح، نوع من السرور، نوع من الابتهاج. شنو مصدر هذا الفرح؟ الأستاذ توفي، المرجع الكبير توفي، من أبرز تلاميذه، من أبرز تلاميذه السيد محمد الفشاركي. إذن هذا أصبح على أعتاب الزعامة، أصبح على أعتاب القيادة العامة. الناس لقيادة جزئية يبذلون الملايين ويصرفون أوقاتهم ويصرفون صحتهم وعمرهم لرئاسة جزئية كم يوم. هاي مو رئاسة جزئية، هاي رئاسة عامة، هذه رئاسة باقية، هذه رئاسة دائمة. أنا الآن أصبحت قريب الرئاسة، وهذا هو مصدر هذه الحالة الجديدة في القلب. في تلك الليلة يذهب السيد محمد الفشاركي إلى الحرم ويظل فيها إلى الصباح، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج هذا الحب من قلبه. كلنا نحب الدنيا، هذا داخل في طبيعتنا، احنا نفرح بالمال، نفرح بالمقام، نفرح بالمدح، نفرح بالذكر، هذا يحتاج إلى عناية إلهية. من الليل إلى الصباح يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يخرج هذا الحب من قلبه. في صباح اليوم الثاني في تشييع جنازة المجدد الكبير يشوفون أن السيد الفشاركي محمر العينين. هذا من الليل إلى الصباح كان يبكي وكان يتوسل إلى الله سبحانه أن يخرج هذا الحب من قلبه. بعد ذلك جاءوا وقالوا سيدنا أنت المرجع، تحمل هذه الأعباء، ولكن ذلك التوسل أعانه في هذا الموقف. قال أنا ما أصلح لهذا المقام، أنا كأستاذ أصلح أن أكون أستاذاً أدرس الطلبة، ولكن كمرجع تقليد أنا ما إلي صلاحي. وكلما ضغطوا عليه أن يتقبل قال أبدا ما تقبل، حتى زوجته وأولاده، زوجته وهم أقرب الناس إليه وأولاده، قال لا تقلدوني وإنما قلدوا الشيخ محمد تقي، أرجعهم إليه. وارتاح من هذه المسؤولية وتخلص من هذه المسؤولية. ممكن إذن، مو فقط هذا وإنما عندنا كثير من العلماء، كثير من المتقين، كثير من المؤمنين في التاريخ التجأوا إلى الله سبحانه وتعالى
فأخرج الله حب الدنيا من قلوبه. هذا مو معناته واحد لا يكون مرجعا، هذا مو معناته واحد لا يكون ثريا، فليكن مرجعا، فليكن ثريا، فليكن حاكما، ولكن ليكون في قلبه حب الدنيا.